احنا بالنسبه لنا عندنا innate وadaptive immunity. اوكي فبتعال خلينا نرجع بصورتنا حتى نعرف احنا وين. احنا بعدنا لحد الان حكينا بالبدايه عن الليمفويد اورجان، يعني بقصد حكينا عن الباتل فيلد اللي عندنا وحكينا عن الاوريجين اوف بي ان تي سيل. اوكي هذا اللي حكينا عنه حاليا. بعد هسه احنا نريد نعرف innate immunity شنو الكومبوننتس مالته، شنو الفانكشن مالته، ليش سمينا هذه innate immunity وليش سمينا المقابل adaptive immunity. اوكي بين قوسين هسه احنا بدنا نعرف مصطلح innate immunity شنو، adaptive immunity شنو، وبعدها راح نمر على الكومبوننتس اوف innate immunity نحكيها بالتفصيل. اوكي فبالتالي اول شيء طبعا الكومبوننتس اوف innate and adaptive immunity. innate immunity هي عباره عن، اذا تذكرون الصوره خليناها، عباره عن ممكن نيوتروفيل، ممكن ماكروفاج يسوي لي فاجوسايتوسيس. اوكي ممكن المونوسايت، والمونوسايت احنا نعرف المونوسايت بالبلد نسميها مونوسايت. المونوسايت اذا توصل للتشو هي الماكروفاج، واعتقد هاي المعلومه تعرفوها. اضافه لهذا ممكن نشوف دندريتك سيل اللي هي قلنا ايضا نعتبرها هي الماكروفاج، هي انتيجين بريزنتنج سيل. اوكي ممكن نشوف ناتشرال كيلر سيل، ومعلومه حلوه هاي انه الناتشرال كيلر سيل هي تعتبر تي سيل باي ذا واي، يعني تعتبر تي سيل بس اللي هي بارت من النيت اميونيتي. اوكي الناتشرال كيلر سيل نعتبرها تي سيل، وان شاء الله راح نمر عليها. السؤال مو تي سيل، نعتبرها الليمفويد سيل، الليمفويد اوريجين. اوكي الناتشرال كيلر سيل نعتبرها الليمفويد سيل، يعني من الليمفوسايت، مع هذا نعتبرها بارت من النيت اميونيتي. لهذا احنا قلنا دائما التي والبي سيل هي الادابتيف اميونيتي، الاذرز هي النيت اميونيتي. الناتشرال كيلر سيل راح نشوف الاوريجين مالتها عباره عن الليمفوسايت، نعتبرها الليمفوسايت بس مع هذا تعتبر هي من الانيت اميونيتي. فبالتالي عندي النيوتروفيل اللي هي عاده الفيرست كومبوننت في الاكيوت انفلاميشن، عندي الماكروفاج اللي قلنا هي انتيجين بريزنتنج سيل وعندها امبورتنت بالفاجوسايتوسيس، عندي المونوسايت اللي هي عباره عن ماكروفاج بس بالبلد ستريم. اوكي من توصل للتشو راح تصير ماكروفاج، عندي الدندريتك سيل اللي هي انتيجين بريزنتنج سيل. اوكي ناتشرال كيلر سيل قلنا هي عباره عن ليمفوسايت. اضافه الى هذا عندنا شيء جروب اوف بروتين نسميها كومبلمنت سيستم، هي هاي عباره عن بروتين وبها ملتيبل باث واي فور اكتيفيشن، راح نمر عليها وبتفصيلها نحكيها. والنقطه الاساسيه ايضا عندنا فيزيكال بارير اللي نقصد بها السكن والميوكس ممبرين، واضافه الى هذا عندنا انزيم مثلا لايسوزايم، مثلا او شيء نسميه ديفنسين، عندنا ملتيبل انزيم حتى باي ذا واي من الابيثيليال بارير الجاستريك لايننج والغاستريك اسيد ايضا، هي ايضا تعتبر من الانيت اميون ريسبونس. اوكي بالمقابل الادابتيف اميونيتي مثل ما قلنا هي البريزيدنت والفايس بريزيدنت، البريزيدنت هي التي سيل والفايس هي البي سيل، واضافه لها طبعا الانتي بوديز اللي هي عباره عن برودكشن اوف بي سيل بنسب بها ديفرنشيشن للبلازما سيل. الميكانيزم طبعا هاي خلوها الميكانيزم، هاي قضيه الفي دي جي ريكومبينيشن والتفاصيل ندخل هاي ان شاء الله نحكيها التفاصيل ليتر اون، ما اريد ندخلها بس خلوها ببالكم انه اكو شيء نسميها في دي جي ريكومبينيشن. يعني شنو هذه؟ يعني ابنورمال او خلينا نقول مالتيبل ريكومبينيشن، اكو عندنا شيء نسميه في واكو ريجن نسميها دي واكو ريجن نسميها جي، هاي راح تعطينا شيء نسميه دايفرستي، انه نقدر الميون سيستم يقدر يسوي انتراكشن مليونز اوف انتيجين. شلون؟ راح نمر عليها تفاصيل ليتر اون. بالمقابل الانيت اميونيتي دائما يقول لك انه البيبي بورن وذ انيت اميونيتي، الانيت اميونيتي عاده ما يصير بها ديفلوبمنت، تبقى هي نفسها، فبالتالي يسموها جيرم لاين انكودد. ليش؟ لان البيبي او النيو بورن بورن وذ انيت اميونيتي، يعني عاد هو من يجي عنده الانيت اميونيتي فهي جيرم لاين انكودد، يعني موجوده هي اثناء الانتراكتوراين لايف اثناء الديفلوبمنت هي نفسها وتبقى نفسها، حتى قد ما تتعرض للانتيجين تبقى هي نفسها ما راح يصير بها تطور ليتر اون. اوكي النقطه الاخرى طبعا مشكله النيت اميونيتي انه هي نون سبيسيفيك. شنو نون سبيسيفيك؟ سواء شافت فيروس، سواء شافت بكتيريا، سواء شافت باراسايت، سواء شافت فورين بادي، اي شيء تشوفه الريسبونس مالتها عاده يونيك، نفس الريسبونس لكلها. اوكي فبالتالي احنا نعتبرها نان سبيسيفيك. اوكي الريسبونس هو نفسه، راح نشوف الانفلاماتوري بروسس، راح تشوفون هو نفس الانفلاماتوري بروسس اللي يصير اذا اكو بكتيريا، نفس الانفلاماتوري بروسس اللي يصير اذا اكو
فيروس ونفسه عندنا فورين بودي نفسه، بالتالي نعتبرها نان سبيسيفيك. ليش؟ لان ببساطه الريسبونس مالتها يكون ذا سيم ريجاردلس اوف ذا انمي اوف اور باثولوجين. اوكي، اضافه الى هذا الانيت اميونيتي لان احنا اصلا بورن وذ ات عاده الريسبونس مالتها يكون رابيد. اوكي، انت مثلا او اي انجري يصير عندك عاده مباشره تبدي تحس بين المنطقه يصير بها ريدنس، المنطقه يصير بها سوالنج، فشوفوا الريسبونس مالتها يكون رابيد اكشن. والنقطة الأخرى no memory، عادة هاي الريسبونس يتكرر نفسه بس مع هذا ما ينحفظ، يبقى نفس الشيء يتكرر، هاي innate immunity. بالمقابل الadaptive immunity راح أشوفها specific، يعني شنو؟ يعني الريسبونس الانتراسيلولار باثوجين يختلف تماما عن الريسبونس عن الاكستراسيلولار باثوجين، يختلف تماما عن الفورين بودي، يختلف كل شيء يختلف. فبالتالي نعتبر الadaptive immunity هي highly specific. أوكي، تعتمد على الباثوجين، على البريزنتد بارت، والريسبونس مالته راح تشوف ممكن تصير بيها تي سيل ديفرنشيشن، ممكن سايتوتوكسيك ديفرنشيشن، ممكن بلازما سيل ديفرنشيشن، فبالتالي هي هايلي سبيسيفيك. اضافه الى هذا طبعا انه هي عاده يصير بيها ديفلوبد اوفر ا لونج بيريود. احنا اول ما يجي الباثوجين اول شيء راح يجونا الحمايه السكين والميوكس ممبرين والفاجوسيتيك سيل النيت اميونيتي يبدون، فبالتالي ذول الايميديت اكشن. عاده الادابتيف اميونيتي الى حد ما يوصل اللي مثلا خلينا نقول التريجر او الستيمولس للبريزيدنت ياخذ وقت، نتيجه لهذا عاده هي ديفلوبد اوفر ا لونج بيريود. اضافه لهذا يكون وياها ميموري، عاده احنا تشوفون اكو السيل نسميها ميموري سيل. ليش؟ لان ببساطه واحده من الاشياء اللي استفادين منها بالفاكسينيشن. احنا ليش الفكره من الفاكسينيشن؟ انا اجي اعرض البادي نوع من خلينا نقول الباثوجين اللي هو اتسنويتد ويك باثوجين، اخلي البادي يسوي ريسبونس ويحفظ هذا الباثوجين ويسوي against its immune globulin. later on بس نشوفها من جديد. احنا ليش مثلا هواية مثلا ميزلز ليش قلب العالم كله؟ بسبب الفاكسينيشن. اجي اخذ live attenuated مثلا ميزلز باثوجين اضعفه واقدمه للبادي، البادي راح يشوفه يسوي له immune globulin، يسوي له response، وهذا response راح ينحفظ بميموري سيل. later on patient ممكن صار exposure للميزلز، بس ليش؟ مباشرة راح تيجي immune globulin والإميون ريسبونس راح يسوي كلينج لهذا الأورغانزم ويصير عندي مانيفستيشن، فبالتالي هي هاي فايد في الميموري سيل. أوكي، يبقى عندنا السكريتد سبستانس. إذا كانت الأدابتيف إميونيتي تطلع لي أهم شيء الإميون جلوبولين اللي هي مثل ما قلنا هي البرودكت أوف بلازما سيل، اللي هي بلازما سيل ديفرنشيتد فروم بي سيل. أوكي، فالإنيت إميونيتي عندها ماني ريسبونس، أنت شيء نسميه لايسوزايم وراح ناخذها إن شاء الله بالفاجوسيتيك فانكشن. عندها complement system اللي هي C3 وC5 وA وC4A وممبرين attack complex، فيها قصة طويلة نحكيها. أكتر شيء نسميه C-reactive protein، هذا ال response، هاي acute phase reactants. واي نسمع C-reactive protein؟ إنه patient شكيت عنده مثلاً فد inflammatory process أو chronic disease، this C-reactive protein وthis ESR. ليش؟ لأن هاي تعطيك فكرة عن inflammatory process. أوكي، فبالتالي خلي بالي C-reactive protein. أكو شيء نسميه ديفنسين موجود بالسكن، هذا يعتبر بروتكشن اجينست الباثوجين. أكو شيء نسميه سايتوكاينز أو مثل ما يسميه الوزير سايتوكرين، ما أعرف من جاب كلمة كرين. أوكي، السايتوكاينز طبعا أكيد سمعتوا السايتوكرين هواي منكم. أوكي، السايتوكاينز أيضا تعتبر بارت من الانيت اميونيتي. أوكي، فبالتالي هاي الفانكشن أوف انيت أند أدابتيف اميون ريسبونس ك كومبارزن. يبقى شلون يصير دي اكتيفيشن عادة؟ اوكي، الاكتيفيشن مالته عادة اكو شيء نسميه تول لايك ريسبتر. شنو تول لايك ريسبتر؟ هذا عبارة عن ريسبتر موجود يعني على السيلز. هسه راح اشوفكم صورة حتى تكون واضحة، رغم انه احنا ليتر اون راح نحكي بتفاصيل. تشوفون هذا عادة تشوفون هنا عندنا هذه، سواء ممكن هذا فيروس ممكن بكتيريا أي شيء، هاي الفيروس أو بكتيريا أو أي things عادةنا شيء يسموها pathogen associated molecular pattern. أوكي، هذه تطلع عادة pathogen associated molecular pattern اللي حضروا ويانا الميكروبيولوجي، ممكن هذه تكون لايبو بوليسكرايد. أوكي، مرة ويعرفون إن هاي موجودة بالجرام نيجاتيف بكتيريا اللي حضروا الميكروبيولوجي، ممكن تكون هاي لايبو تايكويك اسيد، ويعرفون ان التايكويك اسيد موجود عاده بالجرام بوزيتيف بكتيريا.
وممكن others okay ممكن flagella okay بالflagellated organism هاي كلها نسميها pathogen associated molecular quadratia يعني عبارة عن هي particles associated with pathogen هذه pathogen associated عادة أكو شيء نسميه particle recognize receptor هذه أو اسمها PRR واحدة من عدها اللي هو toll-like receptor موجودة بالcell of innate immune response راح تيجي هاي toll-like receptor راح تيجي تتعرف على pathogen associated molecular quadratia ما راح تتعرفه وتشوفه راح تسوي طبعا activation للinnate immune response واحدة منها الماكروفاج ممكن تسوي activation أنت طبعاً أكو multiple steps راح نمر عليها بالinflammation بس أخلي بالك حتى تكون واضحة تكون فكرة شنو الباثوجين associated molecular quadratia أوكي فبالتالي عندنا toll-like receptor اللي هي الباتيان recognized receptor أوكي اللي هي مثل ما قلنا PRR أوكي عادة هذا موجود وين أخليها ببالي موجود بالcell of innate immunity هذا طبعا راح يتعرف على منو راح يتعرف على شيء نسميه pathogen associated molecular quadratia الموجود بالباثوجين وحكينا أنواع ممكن يكون lipopolysaccharide ممكن flagellin ممكن nucleic acid ممكن lipotychoic acid nucleic acid مثلا بالفيروس ممكن tychoic acid بالجرام بوزيتيف بكتيريا هواي أنواع إله من ال PRR أو اللي هو نفسه T cell toll like receptor راح يتعرف على هذا الـ PA pathogen associated molecular quadratia البام وش راح يسوي؟ راح يسوي activation اكو شيء نسميه nuclear factor كابا بي هذا راح يساعد الـ differentiation والـ phagocytic function حنمر عليه بالتفصيل نشرحه ان شاء الله هسه اليوم ايضا بالمحاضرة بنمر على الـ inflammatory process بالمقابل شلون الـ adaptive immunity تسوي recognition للـ pathogen عادة عندنا ممكن memory cells سواء B or T cell هي محتفظة already بالبيانات مال هذا الباثوجين فمجرد يصير لها exposure راح تسوي strong and quicker immune response لهذا نتوقع the primary immune response of adaptive immunity عادة يكون slow بس later on the same pathogen عادة يكون rapid ليش عن طريق الميموري cell واضحة أطباء اوكي طبعا again نفس القصه مثل ما قلنا الاميون سيستم ممكن عندنا innate immunity حكينا عنها راح نحكي عنها بتفاصيلها وعندنا ايضا adaptive immunity اذا عندنا اي مشكله بالاميون سيستم ممكن راح يصير عندي autoimmune disease اذا كان في حال شنو في حال انه الاميون سيستم صار attack itself يعني تخيل الاميون سيستم attack your body هاي ساعدنا autoimmune disease في حال كان الاميون سيستم overreact اوكي او overactivity overreact اللي سي certain pathogen مثلاً واحد من الناس اللي جماعة asthmatic patient ممكن عندهم أي dust particle أوكي ممكن يصير عندهم overreaction ويصير عندهم bronchospasm هاي نعتبرها allergic patient عنده allergic rhinitis نفس القصة وممكن عندنا weak immune deficiency ممكن عندنا problem فبالتالي إذا كان decreased response راح يصير عندي immune deficiencies diseases أوكي فإحنا هاي الفكرة الأساسية حتى ندرس الإيمونيتي بتفاصيله لحد الآن أطباء المحاضرة أوكي واضحة